أبدأ بعرض تغريدة تهمكم وأنتم معنيين فيها. هذه تغريدة معالي الدكتور أحمد العيسى عن ما أعلنته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي عن نتائج اختبارات بيسا، اسمها بيسا 2018، أول مرة تشارك فيها المملكة، وهي تعتبر من أهم الاختبارات الدولية التي تشخص حالة التحصيل العلمي في الرياضيات، العلوم، القراءة في 79 دولة. وين مركزنا؟ ورونا وين طلعنا. احنا مرة متأخرين بشكل كبير جدا، يعني في المذيلة في آخر تقريبا 10 دول ضمن هذا المؤشر. تحدث الدكتور بعدها وذكر، ورونا التغريدة الثانية، انسجاما مع نتائج الاختبارات الدولية والوطنية الأخرى فقد حصلنا على مراتب أقل من المتوسط في هذه الاختبارات، حيث تمثل مسألة ضعف التحصيل الدراسي أحد أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي. أرجع الآن للغة الأرقام التي تعبر عن الحالة وتغنينا عن الكلام الطويل. مثل هذه النتيجة، ما هو الحراك وردة الفعل المتطلبة حتى نحسن من وضعنا يا دكتور؟ شكرا أخوي ياسر حقيقة على إثارة الموضوع. دعني أوضح النتائج بطريقة أخرى. طيب. من 12 سنة يقضيها الطالب في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، حسب هذه النتائج الحصيلة التي يجنيها هي حصيلة 8 سنوات، عندنا فاقد من 3.5 سنوات إلى 4 سنوات. ضايعة دي، رايحة. في دراسة الـ OECD نفس المنظمة يقولون أن تحسن مستوى أداء الطلاب في المملكة إلى المعدل العالمي، ليس إلى يعني فقط إلى المعدل العالمي، يعني عوائد اقتصادية تعادل 975% من الناتج القومي الحالي. طبعا هم يقولون هذه العوائد الاقتصادية متوقعة من الاستثمار في تحسين أداء الطلاب في الاختبارات إلى المستوى العالمي. بطريقة أخرى هذا هو الفاقد الذي نفقده يعني من عدم الاستثمار الكبير في هذا المجال. حقيقة الموضوع ليس حديث هيئة تقويم التعليم وحدها، الموضوع هو حديث الجميع المهتمين بقطاع التعليم في وزارة التعليم وفي هيئة تقويم التعليم. الكل حقيقة يعني مهتم جدا بما تفرز نتائج هذه الاختبارات، لأنها كما يعني ذكر معالي الدكتور أحمد في تغريدته، هي تؤكد أيضا هذه اختبارات دولية، أيضا اختباراتنا الوطنية التي عملناها في الهيئة كانت بنفس المؤشرات. هذه المؤشرات توا تطلع، ليش توا نكتشفها؟ ليش ما اكتشفناها منذ فترة طويلة؟ لعلنا يعني هي المرة الأولى التي نتحدث فيها علانية داخل الوزارة وخارج الوزارة وفي المجتمع وفي القنوات الإعلامية نتحدث حول الموضوع، يعني كأثر حقيقة من آثار المراجعة الكبيرة التي تشمل جميع قطاعات الدولة عندنا، يعني في 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 يعني الدولة كل في كل قطاعاتها حقيقة تشهد هذا النوع من المواجهة والصراحة والتقييم والشفافية في إعلان النتائج، بغض النظر عن إلى أي درجة هي هذا ما نرجوه أو هذا يعني بعيد كثيرا عن أهدافنا يعني ومستهدفاتنا يعني في هذا. لكن إحدى الجهات ذات العلاقة التي ترتبط معها بشكل مباشر وغير مباشر أيضا بمثل هذه المخرجات قالت ترى احنا نعرف السالفه من زمان، هذه ورونا التغريده. هذه وزاره التعليم يا دكتور توضح ان نتائج الاختبارات الوطنيه التي اعلنتها هيئه تقويم التعليم ليست بجديده على الوزاره، حيث تنبهت مبكرا الى ضعف نتائج المملكه في الاختبارات الدوليه عام 2015 لعدم وجود منظومه اصلاحيه تعليميه خلال السنوات الثلاث الماضيه او المحاسبه عليها. انتم هنا تتفقان أم تختلفان في هذه لا نحن هنا نتفق في نقاط مرة كثيرة. نتفق أن النتائج معروفة، نتفق أن النتائج ما زالت مستمرة حتى منذ 2015 حتى الآن. نتفق يعني أنه هذا هو الوضع الحالي لعدم وجود منظومة إصلاحية تعليمية. يعني هذه القضية نحن نقول، وأنا قلتها في مناسبة، يعني من الضروري يعني أن يكون لدينا أن نستمر في عمل التقويم باستمرار.